حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي موجود بشاشة الرافدين حتى نسمع آراءكم وتعليقاتكم بخصوص المواضيع اللي نطرحها. واليوم موضوعنا موضوع مهم بالعراق، ولكن قبل أن ندخل في أجواء الحلقة أي شخص يحب يتصل بينا يقدر يتصل على واحد من هاي الأرقام الثلاثة إضافة إلى أرقامنا الأخرى المخصصة إلى الداخل. عندكم هالرقمين اللي تشوفوها قدامكم تقدرون تتصلون على أي رقم من هذني الأرقام، وإضافة إلى ذلك عندنا رقم آخر مخصص إلى برنامج الواتساب. هذا الرقم اللي تشوفوه قدامكم هو مخصص إلى برنامج الواتساب، فأتمنى تبعثوا لي رسائل مكتوبة بها اسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم. لكن رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، فأعتذر ما عندكم سادتي المشاهدين لأنه ما أقدر استقبل أي اتصال على رقم الواتساب. اليوم موضوعنا موضوع يهم شريحة كبيرة من العراقيين، إن لم يكن يهم كل الشعب العراقي. اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، المغيبين قسراً أو المخفيين قسراً في العراق كثر، هواية ناس اختفوا، هواية ناس أهلهم ما يعرفون ولدهم وين، هواية ناس طلعت من بيتها أو اعتقلتها قوات أمنية بحجة الاستفسار أو اعتقل على يد سيطرة أو نتيجة عمليات عسكرية في بعض المحافظات. إلى يومنا هذا من سنة وسنتين وثلاثة وأربعة وعشرة ذويهم ما يعرفون هم وين. عندنا هواية عدد من النساء ما تعرف أزواجها وين، هواية عدد من الآباء والأمهات ما يعرفون ولدهم وين، وهواية عدد من الأخوة والأخوات ما يعرفون أخوتهم وين. المغيبين قصرا هي جزء بسيط من مشكلة العراق، لا تتجزأ عن قضية المعتقلين، لا تتجزأ عن قضية الأبرياء، عن قضية المخبر السري، عن قضية الشكوات، عن قضية القضاء الفاسد اللي ما ينظر بمبدأ الرحمة إلى الناس، عن قضية الفساد اللي يصير بالدولة العراقية. من تجمعوهن تلقون المشكلة كلش كبيرة. أنا ما أقصد أنه المخفيين قسراً هي مشكلتهم الصغيرة، لكن هي جزء بسيط من الفساد اللي يصير بالعراق، لأنه المخفيين قسراً هم كثر. والمشكلة أنه الكل يعرف المتصلين دا يتصلون بينا ما يعرف الجهة اللي دا تأخذ ابنه منه، لأن لا الدولة تعرف شيء، أو بالأحرى الدولة يجوز تعرف وما تطي شيء، ولا الميليشيات اللي لها عدد كبير ولا تحصى تنطي شيء، ولا المواطن قادر يعرف راسه من رجليه بهالبلد هذا. فالمواطن اللي يعتقل ما يعرف اللي اعتقلته ميليشيا، قوات تدخل سريع، شرطة اتحادية، أمن، جيش، استخبارات، مخابرات، ما يعرف. ومن يروح يسأل ما يلقي ابنه. صدفة يتصلون بينا ويقول والله ابني طلع عندكم فيديو من الفيديوهات هذا بها سجن. صدفة يشوفون واحد من ولدهم طشاش صورة، أو يبعث رسائل إلى القناة أنا عندي صورة ممكن يعني، أو عندي فيديو موجود يمكم دزولي، دا أقولكم يا هو ابني حتى تقولوا لي بياسجن، أو يدزولنا خبر هاي الصورة بياسجن لابننا أبو الأحمر اللي قاعد هناك. هاي مشكلة العراق اليوم. قضية المخفيين قسرا لما يطلع لنا أنطونيو غوتيريش ويقول أنا أطالب بإجراء تحقيقات ذات مصداقية للكشف عن مصير المخفيين قسراً، بالله أستاذ أنطونيو ورا 17 سنة لقيت تحقيق كان ذا جدوى بالعراق، بحيث أنت اليوم تطلب بتحقيق لمعرفة مصير المخفيين قسراً؟ شو لا تفجيرات بالعراق أحد عرف من اللي وراها، هاي تفجير الكرادة راحوا بالمئات بيها ولليوم ما حد يعرف من وراها. يطلعوننا بخبر تبنى التنظيم الفلاني التفجير، شنو اللي صار بالتحقيق ما حد يعرف، لزموهم لو لا ما حد يعرف. الطفل هذا اللي قصه شعره بالكتر
قالوا راح نسوي تحقيق وراح نؤدي الى يعني دخول المذنبين او المجرمين او المعتدين الى السجن والقضاء. صار ما حد يعرف. فتاة تغتصب في احدى المحافظات ما حد يعرف مصيرها. شاب يقتل على يد مجهولين ما حد يعرف مصيره. تفجيرات حدث ولا حرج ما حد يعرف مصيرهم. ويطلع لنا أنطونيو غوتيريش وطالب بالتحقيق. زين وبعدين طالبت بالتحقيق الشعب العراقي ايش راح يحط بجيبه؟ مطالبتك يعني مثلا؟ لو تطلع لنا بعثة الأمم المتحدة بالعراق المسمات يونامي تقول أنا أطالب بالتحقيق في حالات الإخفاء القسري للمدنيين في محافظة الأنبار. أين جماعة اليونامي؟ ترى مو بس بمحافظة الأنبار أكو مخفيين قسما، أكو بغداد وأكو بالأنبار وأكو بصلاح الدين وأكو بنينوى وأكو بديالة وأكو بذيقار وأكو بالبصرة وأكو بواسط وأكو بالنجف وأكو بكربلة ومن شمال العراق إلى جنوب أكو مخفيين قسما. عندنا اتصال. حواسم من الموصل. حواسم وياي. ألو يبدو أنه حواسم انقطع الاتصال وياها. أم عبد الله من الموصل حياك الله. وبيك أخوي. هلا بيك يمه. يابا أنا عندي اثنين بتاجي. نعم. اليوم 8 أشهر والله ما أعرف عنهم كل شيء كل شيء. أم عبد الله إيش قصار لهم؟ مقيدين الله وكيل. اثنين مفقودين عندي. هم مفقودين لو بتاجي أم عبد الله؟ لا هذول مسجونين. واحد صار له 15 سنة واحد صار له 6 سنين مسح بتاجي واثنين مفقودين. طيب. يعني هسه اللي افتهمه ام عبد الله انت اذا تحكين على 4، 2 موجودين بسجن التاجي وعندك 2 مفقودين. اي والله. نعم. تريد نواليدهم؟ احكيها امي. واحد مواليد 2000. اي. 96. واحد 96. واحد اسمه بشار وواحد اسمه حامد. واحد بشار وواحد حامد. مفقودين ما خلينا حاسب. ما خلت حاسب ببغداد وما ادري ايش قصار صار لهم مفقودين امي؟ تحرير. يعني 2 3 من التحرير اقول لك اليوم مو 5 سنين. اي صحيح. والله ما خليت بغداد كلها الحاسبات ما خليت وما لقيت. زين شو يقولوا لك من تسالين على ولدك شو يقولوا لك؟ والله أدوهم بالحاسبة يقولون ما موجودين. ويطلعون نساجين وروح عليهم يقولوا لي موجودين. زين وين موجودين يقولوا لك؟ والله ناس قالت لي بالفيصلية ناس قالت لي بغداد. نعم. اي والله. نعم. أسأل ولدي ذولا الاثنين أنا ما أعرف عنهم كل شيء اليوم 8 أشهر. الشيء سهل بس يفتحون المادين نشوف. نعم. بكيار الكاظمي ترجاح نبهته بعرضه بناموسه لا يسوي لنا مادين عليهم بس يفتحون المادين. أنا 15 سنة. وهذا ابني والله صار له 15 سنة. تنازل. عنده تنازل والله. وعنده كل شيء عنده ما لا علي من دعي ولا مشتكي. طيب وصلت الفكره وربي يطمن قلبك على ولدك الاثنين المفقودين ويرد لك ولدك المسجونين سالمين غانمين ان شاء الله. احمد من الموصل حياك الله. احمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. اخويا على الخط حبيب قلبي تفضل تعال هوا. على هود والدي مفقود صار 4 سنوات من وراء حرارة الموصل. نعم. نعم. كان ابني معاملة
اطلع على بغداد، لان هنا الموسم ما ظل المستشفيات وما ظل كل شيء، ما بقى هنا كل شيء. فاخذوه ترى السلام صار ترى السلام اخذوه قالوا اشتباه بالاسم، وصار لاربع سنوات مفقود. ما خليت مكان ما دورت له، بغداد، مطار بغداد، التاجي، رحت للنجف. زين احمد بس سؤال، انت قلت اجوني للبيت واخذوه، قالوا استفسار ورجعوا وبعد كل شيء ما نعرف عنه، منو اخذه؟ احمد وياي؟ انقطع الاتصال ويا الاخ احمد. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. انقطع الاتصال ويا ابو فيصل، اتمنى يرجعوا لي احمد وابو فيصل. حواسم من الموصل رجعت لنا، حياك الله يا حواسم. نعم، السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. انا طالب يعني ابويا جو اخذوه. ابوك زين؟ اعتقلوا لابويا. ايه والله احنا كنا بنات صغار وما يصير هيك، طالب مستغل كاظم. الو وياك حواسم، ايش وقت اعتقلوه لابوك؟ اعتقلوه قبل سنه، ما خلونا نشوفه، احنا كنا بنات صغار وحالتنا فد مره ضعيفه. زين منو اخذه؟ ما يصير هيك، اعتقلوه والله الجيش هذول. تهمه شنو؟ ابويا منتسب، تهمه يعني ضرب ارهاب، والله وما عنده كل شيء. شنو هي التهمه؟ يا ضرب ارهاب، هو ما عنده مخبر سري والله. احنا حالتنا فد مره ضعيفه، بس بنات من الوطن يعتقلوا. اي نعم نعم، كنا بنات صغار، استفسار ذا همينا، والله ما يصير هيك، بس من مصطفى الكاظمي نترجاني نطيع عفو عام. نعم رجاك يا اخي توصل صوتي. نعم شكرا. أهلا. شكرا شكرا لك اخت حواسم، وان شاء الله يرد لكم ابوكم سالم غانم لبيتكم يا رب. حسين من بغداد حياك الله. حسين، حسين وياي؟ انقطع الاتصال يا الاخ حسين. حكينا عن اليونامي وحكينا عن انطونيو غوتريش. اكو خبر لك عن اللجنه الدوليه للصليب الاحمر تقول انه العراق اليوم صار واحده من الدول اللي بيها اكبر عدد من المفقودين بالعالم جراء عقود من النزاعات المسلحه المتعاقبه وفترات. اتسمت هاي الفترات يعني بالعراق انه اكو بيها فوضى، وقالت انه مصير مئات الالاف من المفقودين العراقيين لليوم هذا مجهول، بالوقت اللي العوائل دا تدور عن ذويها وعايشة بحيرة بسبب حالة عدم اليقين بشأن مصير ذويها أو المفقودين. الصليب الأحمر أكد أن معظم عوائل المفقودين اللي تركت لسنوات بدون إجابات مقنعة عن مصير ولدهم المفقودين بعدها لليوم دا تعاني من صعوبات معيشية وقانونية، وهي مضطرة أن تتكيف ويا هاي الخسارة الغامضة على نحو يومي. القضية هنا الصليب الأحمر هو مجاب جديد، الصليب الأحمر يقول أكو هواية مفقودين نتيجة أنه أكو فوضى صارت بفترة من فترات ونتيجة النزاعات العسكرية، إضافة إلى سطوة الميليشيات وسطوة السلاح بالعراق وظلم الحكومات المتعاقبة من 2003 لليوم وظلم المخبر السري اللي دخل مئات الآلاف من الناس إلى السجون وأهلهم ما يعرفون عنهم شيء نتيجة وشاية، يا أما على قطعة قاع، يا أما على سيارة، يا أما على مشكلة شخصية، أو مثل ما يقولون بعض الأشخاص على ثار قديم. الإشكال اللي دا يصير بالعراق أنه يا الصليب الأحمر أنت ما جبت شيء، والعالم عايشة بحالة عدم يقين. إيه والدليل الناس اللي قاعدة تخابر، اللي تقول أنا ولدي صار لي 10 سنين و15 سنة وما دا أعرف عنهم شيء، واللي يقول أنا ابني صار لي 4 سنوات وما أعرف عنه شيء، واللي تقول أبويا من سنة أخذوه استفسار. يعني جهة حكومية جت أخذت هالرجال وقالت إحنا رايحين نستفسر شيء ونرجع، وما رجع وراها. والمشكلة تقول نسأل يقولون ماكو هيك اسم يمنا. زين وين راح؟ تبخر جوي فضائيين واخذوه؟ هذا هو السؤال اللي ينطرح إلى الصليب الأحمر وإلى يونامي وإلى أنطونيو غوتريش. عادل من أربيل حياك الله. هلا اسمعك.
حياك الله اخويا، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. انا من سكنه الانبار بس ساكن اربيل حاليا. يعني انت من الانبار وحاليا نازح الى اربيل؟ نعم نازح الى اربيل. نعم. بالنسبه لموضوع المغيبين، ايه تونامي ما ادري شو اسمها هاي اللي تحكي تدور على المغيبين، اكو ناس مو مغيبين، هذا المغيب انتهينا من عنده، هذا لا يدورون عليه اهله، بس اكو ناس معروفين، اكو ميليشيات جديده من عدا هاي الميليشيات اللي تعتقل جاي ياخذون الناس ويغيبونهم غصبا، ها ونعرفه ونكشفوا على حقائقهم، وما خلينا باب وما دقينا وما طلعنا بنتيجه. نعم. هذا اللي احنا زين، كيف اللي ما يعرفون اهله وين صار وين راح ومن يعرف الجهه اللي اخذته؟ اكو ناس عندنا اصابه موجوده حاليا بالرمادي ومعروفين ومشهورين، واخذوا ناس يجون يجيبون كتاب مثلا على السجن يعرفه، مثلا زيد عبيد مسجون بهذا السجن، والله احنا نريد ناخذه بس نتاكد نحقق وياه ونرجع لكم اياه، واخذوهم وراحوا صفى عليهم المي لحد الان ما بين من عندهم شيء. نعم. واني من ضمن دوله عندي واحد انخطف. نعم. وبساعة الساعة بلغت عليه واتصلنا على هذا الخط الساخن يسمونه مالهم، شلون ساخن؟ قلنا يابا موضوع واحد اثنين حتى انت لاحق الموضوع، ولكن ماكو فائدة بدون جدوى. أنا عندي أدلة دامغة، عندي إثباتات، وأعرف الجهة اللي أخذت وتغيب وراح. زين من هي الجهة اللي أخذته؟ والله ما خليت. نعم. من هي الجهة اللي أخذته؟ جهة أمنية. جهة أمنية، عصابة، صحوات وشرطة، وحتى هذا الزيج عنده علم بي، وانا سويت طلب وللمفتش والمفتش العام حاله على هذا الزيج واكتموه وضموه، وكل ما ادق باب ينسدق بوجهي الباب، وعندي ادله قاطعه ثابته عندي موجوده، ولحد الان ما حصلت نتيجه من هاي الحكومه. نعم. اليوم 12 سنه، أكثر من 12 سنة، يعني ابنه إجا وراه هسه ابنه صار زلمه بالصف السادس. نعم. فاحنا من نحكي ونقول عندنا احنا هم ميليشيات، مو بس الميليشيات اللي جتنا من إيران، عندنا ميليشيات من نفس المحافظات. نعم. فنقول الله يعون اهل اللي مغيب وما يعرفون الجهه اللي اخذته. يعني الجهه اللي اخذت عرفتهم بالاسماء، وكلهم موجودين وطليقين ويمشون حر بكيفهم. يعني ما خليت مكان وما اني وصلت، ولكن بدون جد. نعم. هذا ما عندي اكثر من هذا. نعم، شكرا شكرا جزيلا لك اخ عادل. أبو هبة من محافظة ذي قار، حياك الله. انقطع الاتصال ويا أبو هبة، أتمنى يا أبو هبة ترجع عنا حتى نسمع رأيك. عندي اتصال؟ أحمد بن الموصل رجع لنا، حياك الله يا أحمد. أحمد؟ انقطع الاتصال ويا الأخ أحمد مرة ثانية. اللجنة الدولية أو اللجنة العليا عفوا للميثاق الوطني العراقي طالبت المنظمات الدولية والمحلية، خصوصا المنظمات الدولية، أنه ما تظل ساكتة. اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي يقول لازم هاي المنظمات تتخذ إجراءات حقيقية لسبيل يعني الكشف عن مصير المغيبين والمخفيين قسرا بالعراق. وبيان اللجنة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمغيبين قالت بأنه الإخفاء القسري هو جريمة إبادة وتستوجب محاكمات دولية، وأنه أكثر من 25 ألف عراقي ما زال مصيرهم مجهول منذ عام 2014. وطالبت اللجنة العليا بفتح تحقيق دولي
وخصوصا بعد العثور على مقابر جماعية بالمناطق اللي دخلتها الميليشيات الطائفية لمعرفة مصير المغيبين في الصقلاوية والموصل وجرف الصخر والرزازة وحزام بغداد. المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب من جانبه قال يعد أن العراق يعد الأول عالميا من حيث عدد المخفيين قسرا رغم التفاوت في أعداد الضحايا بتقارير المنظمات الدولية والمحلية. المركز أكد أنه عنده وثائق تخص بعض المحافظات اللي تعرضت لهجمات من الميليشيات والقوات الحكومية واللي وثقت إخفاء أكثر من 23 ألف شخص خلال سنتين. 23 ألف واحد اختفوا أو غيبوا قسرا خلال سنتين وما حد يعرف مصيرهم إلى الآن. أبو هبة من محافظة ديقار رجع لنا، حياك الله. أبو السلام هبة. عليكم السلام. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخوي. شلونك أستاذ العزيز؟ هلا بيك أخوي. أنا طبعا صديق القناة هذه القناة الشريفة. نعم. واي موضوع يتصلون علينا ونتصل عليكم. نعم. احنا مشكلتنا مشكله الاحزاب. نعم يا حبيبي. والمخبر السري. نعم. هم اللعبه بينا احنا خاصه المحافظه ديقار. نعم. المخبر السري والاحزاب. دمروا محافظه كامله. هذا الموضوع. انا بالنسبه لي قلبي وياه. وين الغربية؟ الغربية ناس مسالمين واعتقلوا ناسهم واحنا وياهم. اكو ناس اعتقلوهم بدون اي سبب، كانت طائفية وغيرها ما نعرف احنا بعد. وهذا اللي يقوم به من هو؟ يقومون به الاحزاب. متابع القناة انا ومتابع صور يعني منها صدام حسين واليوم وحد الاحزاب هاي. يعني بالمناسبه المناطق الشيعيه بالمحافظه او المناطق السنيه بالغربيه هم الطرفين مظلومين، مظلومين من اي جانب؟ الجانب ابو هبه الحزبي. كلامك على العين وعلى الراس وصحيح، لكن احنا اليوم من اخذنا هذا الموضوع ببرنامج صوتكم يصادف اليوم اللي هو 30/8 اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري بالعالم، يعني اليوم هو يخص هاي الشريحة من المجتمع. فلهالسبب خصصنا الحلقة للمخفيين قسرا، وعندنا هواية من الناس مو بس بالمحافظات الغربية. عندك ببغداد اكو مغيبين ومخفيين قسرا، عندك ببابل مغيبين ومخفيين قسرا، عندك بالنجف، عندك بالديقار، عندك بالبصره. انا عارف الاحزاب هي اللي تسويها، بس احنا كقناه الرافدين وكبرنامج صوتكم احنا دنعري هاي الاحزاب ودنعري هاي الحكومات قضيه قضيه. ما جاي سمعت يعني احنا كبرنامج صوتكم في قناة الرافدين دناخذ فساد هاي الاحزاب ودنعريها في كل القضايا، يوم المخفيين، يوم المعتقلين، يوم الفساد الاداري، يوم الزراعة، يوم الصناعة، يوم الانهر، في هذا القصد. جاي تقطع الصوت اللي وياي يا ابو هبة؟ جاي تقطع الصوت اللي ما سمعته. اتمنى ابو هبه يعني اذا تقدر ترجع لنا مره ثانيه لانه يبدو انه الصوت مو واضح. شكرا جزيلا لك. ابو فيصل من السعوديه. معليش. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك استاذ؟ هلا بيك اخويا. تحيه لك وتحيه للقناه وكادرها الطيب، تحيه للشعب العراقي. حياك الله اخويا. الله يحفظك. بالنسبه للتغييب القسري وهذا هذه مستمر استاذ من الاحتلال لحد اليوم لم تتوقف عن العراق، وسكوت الامم المتحده، دور الامم المتحده والمنظمات الدوليه هو بالعراق فاشل متواطي، نقول متواطي مع هذه الجرائم، الجرائم واضحه ولا تبقى تحقيق بالعراق، هي معروف العراق هو تحت حكم عصابات وعصابه قوقائيه، بس نحن نستغرب من بعض العراقيين يناشدون الكاظمي، وكان الكاظمي هو راس الفساد وهو راس الاجرام وهو راس العماله والخيانه.
والكاظم مجرم يعني، لا ترجو منه اي شيء. الكاظم هو ما اتى من، والشعب رافضه من اول يوم، وهذا مجرم. ابو فيصل يعني انا وياك، انا وياك مو دفاعا عن الكاظمي، بس حتى نوضح الصوره للساده المشاهدين. الشعب العراقي خصوصا اكو شريحه كبيره من شعوب العالم كلها، وهذا واقع حال، هو الشعب البسيط او 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 الفقراء او يعني الطبقه الفقيره بالشعب. هذولا يعني يباعون على الحكومات وعلى رأس هرم السلطة إنه هو بيده كل شيء، فمن دا يتأملون من الكاظمي يقول لك هو اللي بيده شيء، لأن هو رئيس الوزراء، وفعلياً بقانون اليوم هو أعلى سلطة بالدولة. يقول لك بلكت يسوي لنا شيء، بلكت يسمع لنا، بلكت يحن لنا في يوم من الأيام، من هذا المبدأ. لا أستاذ، هذا لا يحن ولا وهو ما أصلهم ما توبوه إلا عارفين الرجل رجل مجرم يعني. لا أستاذ، هذا لا يمكن أن يحل العراق نهائيا، هذا خاين ما في أي شك. نعم. يعني إذا لم يسقط هذا النظام، هذا مجرم، هذا هو من أول الاحتلال الأمريكي الإيراني للعراق، وهو موجود الرجل وفاسد الرجل، الرجل مجرم يعني. على الشعب أي تراجع لا سامح الله للمظاهرات، سوف تزداد الميليشيات بالإجرام والتصفيات داخله. كلما تنتفض الشعب كلما تخاف الميليشيات، والنظام الكاظمي بالذات هو نظام يخاف، ولابد من اسقاط الكاظم. اذا بقى الكاظم على راس هذه العصابه فلا لا لا حياه للشعب ولا كرامه للشعب. على الشعب العراقي ان ينهض ويطيح بهذا النظام وتحييده. نعم شكرا، شكرا لك ابو فيصل. ابو سيف من محافظه الانبار، حياك الله ابو سيف. انقطع الاتصال يا ابو سيف. ابو ساره من قضاء الرمادي، حياك الله. ابو ساره وياي. انقطع اتصال ابو سيف وابو ساره، واتمنى يرجعون لنا مره ثانيه حتى نسمع رايهم. ارجع الى مركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، ببيانه قال انه عمليات التغييب بالمناطق والمحافظات المستعاده عسكريا لم تتوقف، ومع انطلاق التظاهرات ببغداد ومحافظات الجنوب اضيفت حالات جديده للتغييب القسري للناشطين خصوصا. واكد المركز انه اللي يعيق العمل على انهاء هذه الماساه وتبيين مصائر المغيبين هو تضافر عنصر واحد بس، هو نفوذ الميليشيات من جهه، مع عدم افصاح الحكومه عن مواقع السجون السرية بالعراق. مركز جديد هو مركز جنيف الدولي للعدالة دعا إلى الضغط على الحكومة بالعراق للكشف عن مصير المغيبين والمخفيين قسرا ومحاسبة مرتكبي الجرائم. وبيانة بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري قال أنه آلاف من العراقيين بعدهم يدورون عن ولدهم اللي اختفوا من سنوات، وما صار أي تقدم بهذا الموضوع، وما قدر أحد يتحقق من أماكن إخفائهم، وهذا لسبب واحد بس، هو عدم تعاون السلطات الحكومية وعدم وفاء الحكومات المتعاقبة من 2003 لليوم بأي وعد نطال الشعب العراقي. أمجد من بغداد ويانا، حياك الله. شلون أخويا؟ شلونك محمد؟ هلا بيك أخويا. محمد انا احكي لك حكايه واحده على هذول الطائفيه، هذول كلهم طائفيه من ايران، والميليشيات وكلهم ايرانيين، كلهم ايرانيين. وانا اول شيء انا انضربت، ساحل التحرير، انضربت ساحل التحرير بالجير انضربت برجلي وانضربت براسي دخانيه وكمشون ايرانيين، ورجل شيء رجل واحد من الكبار ماكو، لاكو مسؤول لاكو هذا، كلهم طائفيه وارهابيه، وعلى الخميلي وعلى عبد العامري وكلهم هذول ارهابيه. نعم. ايه لعبوا فينا لعب، دمرونا دمار، احنا وياك طوال من الثوار من المظاهرات احنا. لا لعب. نعم. دمروني حيل دمروني يا محمد والله. نعم. يعني عرف ولد
اخذوهم وصل ندور عليهم ما لقيناهم. نعم. ايش اقول لك هم كلهم طائفيه لاك دوله هيشات دمروني. نعم. يدول على هذا الوضع. نعم. شكرا لك اخ امجد. ابو حسين من بلجيكا. رحمه الله وبركاته. عليكم السلام والرحمه والاكرام اخوي العزيز. اخي العزيز، احنا نريد تطلع لنا برامج كل من يؤذي العراق وهذا العراق تطلع لنا برنامج عليه، يعني مو يوميا على هالمظاهرات، المظاهرات على عيني وراسي نعرف، بس نريد دائما تطلع لنا كاي واحد يؤذي العراق مثلا. انا اليوم ما مطلع على المظاهرات ترى. بس اسمح لي، بس انا بدي اقول لك هسه اريد طلع لنا موضوع على الخونه اللي يريدوا يسوون سفاره صهيونيه ويهوديه بالعراق على الخونه. يوم اخر طلع لنا برنامج مثلا اللي ياخذوا الاراضي مال العراق، اذا كانت ايران واذا كانت تركيا واذا كانت الاردن، طلع فهكذا كل من يؤذي العراق طلع لنا موضوع عليه، وكل من خائن توضح لنا بالتلفزيون، الله يخليك، اذا كان شيعي واذا كان سني. طيب ابو حسين، ان شاء الله ننقل هاي الصوره الى اداره قناه الرافدين وهي والله تنظر بها وهي اللي تعطي قرارها بهذا الموضوع، لكن حتى اوصل لك فكره برنامج صوتكم، سمي صوتكم للناس. أيوة هو صوت الناس، صوت الناس، الناس شنو اللي يهمها؟ يهمها كهرباء ماكو، مي ماكو، خدمات ماكو، مدارس ماكو، رواتب ماكو، يهمها حياتها، يعني شنو اللي هو إلى علاقة بحياة الناس راح تلقاه بهذا البرنامج. ولكن كل واحد يأذي العراق يريد طلع لنا برنامج عليه، الله يخليك، إذا كان شيعي وإذا كان سني، حتى الناس تعرف الحقائق. احنا باوع، احنا من بدنا نتعامل ويا العمليه السياسيه احنا بدنا ناخذها بمبدا الطائفيه، لانه احنا ما نعترف بشيء اسمه طائفيه، احنا بدنا نحكي على العمليه السياسيه بكل طوائفهم هم اتوا لسرقه العراق. اما موضوعنا اليوم خصصناه لسبب، اليوم هو اليوم العالمي لضحايا الاخفاء القسري والتغييب القسري في العالم، يعني هذا اليوم هو يوم المخفين قسرا، ان كان بكندا، ان كان بامريكا، ان كان بالهند، ان كان بالصين، ان كان بالعراق. فلكون اكو شريحه كبيره من المخفين قسرا، خصوصا عندنا هوايه من الناس يقول لك انا ابني راح بسيطره الرزازه وما اعرف عنه شيء، عندنا حواسم تقول جوي ابويا اخذوه قالوا استفسار وما نعرف عنه شيء، عندك ام عبد الله تقول انا عندي اربعه، اثنين مختفين من 10 سنين واثنين مسجونين بالتاجي واربعتهم ما اعرف عنهم شيء. فلكون هذا اليوم هو اليوم العالمي للمخفيين قسرا خصصنا الحلقه لهذا الموضوع. محمد، ولكن احنا نريد كل من يؤذي العراق طلع لنا برنامج عليه، مثلا الاردن اللي ماخذ اراضي من عندنا، ابو تركيا، ابو ايران، ابو السعوديه، كلهم اللي يؤذون الكويت، كل من يؤذي العراق طلع لنا برنامج عليه. عندنا برامج ثانيه تطرح هذا الموضوع، وانا شرحت لك اخوي ابو حسين، قلت لك اسم البرنامج صوتكم، صوتكم يعني اللي يهم الناس، يعني المتصل اكثر متصلين بالبرنامج عن العفو العام، عن إخراج المعتقلين والأبرياء من السجون، عن إخراج المعتقلات من السجون، عن معرفة مصير المغيبين، فهذا البرنامج يهم هاي الشريحة. أما القضية اللي أنت دا تطرحها أخوي العزيز قلت لك راح نطرحها إن شاء الله على الإدارة وهي اللي تتخذ القرار، وعندنا برامج أخرى، أما هذا البرنامج مخصص للشعب العراقي. أنا حنتظر بإذن الله، بارك الله بي. حياك الله أخوي. أم أحمد ويانا من بغداد، حياك الله أم أحمد. أم أحمد، يبدو أنه انقطع الاتصال ويا أم أحمد. أبو مصطفى من الموصل، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. سأل أفل السأل العزيز. نعم. برنامج كلش مهم جدا بهذا الباب، لكن إحنا نجي أسأل سؤال، أقول إذا واحد مكبل مقيد أو مكبل بالحبال من نعم. يقدر يفكه غير اللي متحرر، اللي بعيد عن القيود، ما اللي كبله قصدك، يعني اللي شد يديه هو اللي يفكهن. نعم. لا هو ما راح يفكهن، هذا عدو، اللي كبل يدينا هو عدو، بس احنا عتبنا على الامه العربيه، الوطن العربي، الرؤساء والشعوب المفروض يضغطون على الامريكان، لانه الامم المتحده ومجلس الامين والمنظمات الانسانيه كلها بيد الصهاينه والامريكان. إذا ما يصير ضغوطات على السفارات الأمريكية بالوطن العربي ما ممكن أنه يتحرر الشعب العراقي من هؤلاء الأنقاذ.
من الكاظمي وغير كليتهم. طيب ابو مصطفى تتوقع يعني مجلس الامن اذا اتخذ قرار راح يصير؟ استاذ العزيز مجلس الامن ومنظمات الانسانيه شنو دورها بالعالم؟ لكن هي صهيونيه اصلا ومتعاونه مع المجوس. يعني احنا هسه اللي نفيدي كثير من الناس مغيبين بعد ما واصلكم صوتهم، ما واصل شنو نقول السجلات. يعني احنا كثيرين ناس ضايعين ما حد يعرف هل هم مخاطبين او ما. هذه ايضا ما مسجله عند الدوله غير الدوله، ولو احنا ما عندنا دوله تركز عليه. لكن احنا نجي نقول اللي حر الاحرار اخواننا العرب وينهم؟ اضغطوا على السفارات الامريكيه، هي كلها بيد امريكا ترى كذب. طيب بس اريد اريدك بشغله واحده يعني حتى نفهم المجتمع الغربي وخصوصا الامم المتحده ومجلس الامن. حرب العراق بال2003 مجلس الامن ما اقرها، وحرب العراق بال2003 ما بها اي قرار دولي، بل كان هنالك اكو هوايه اصوات رافضه، ورغم ذلك امريكا وبريطانيا شنوا الحرب على العراق واحتلوا. وورا ما احتلوا العراق طلعت الاكاذيب اللي نشروها المعارضه العراقيه واللي نشروها شو اسمه رئيس وزراء بريطانيا وبوش الابن، طلعت كذب ومو موجوده، والعراق ما يمتلك اسلحه دمار شامل. يعني الحرب غير شرعيه، يعني من المفترض انه العراق يرفع قضيه، يرفع شيء بمحاكم دوليه، ياخذ تعويض، يعطي الناس حقوقها مثل المدنيين والابرياء اللي راحوا جوا سرف الدبابات الامريكيه. بس كل شيء ما صار، بالعكس اجانا احتلال جديد هو الاحتلال الايراني. فايش تتوقع امريكا ومجلس الامن راح يوقف وياك؟ يوقف هو يا يعني الحكي. احنا اذا ما نضغط بنفسنا احنا من المتحرر بينا؟ الدول العربيه متحرره ما عندهم. يعني انت اضغط على السفاره ضد الشعوب وينها؟ يعني احنا بنقول هسه احنا مقيدين صح لو لا؟ احنا مقيدين، ما عندنا خير الله سبحانه وتعالى. لكن الله سبحانه وتعالى ينظر الى العبد الباقي المسلمين الباقيين اللي ما مقيدين، خليه يفزعونا، خليه يضغطون على سفارات امريكا، لان هي كلها بيد امريكا. من على تطلع على امريكا والصهاينه والمجوس، يعني نعرف هذا الشيء. لكن هسه تعال شوف القاضي من تجي عليه، ابسط قضيه تجي يقول لك انت ليش اسوسك انت؟ القاضي يقول فوق الابتلاءات، فوق قضيتك اكثر القضاة يذنبون نقول المظلوم. نعم. شوف شنو وصلت بينا، وصلت صار بينا المرض هذا الى حد لا يطاق. ولكن اليوم احنا مكبلين، وخاصه ابناء السنه العرب صرنا طب بين المجموعتين. كل من اسعى عند الميليشيات الشيعيه المواليه لايران كارثه. يعني حتى ملاعبين على الى 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 ابسط الامور، ياخذون منا رشاوي وقاوه منا. يعني احنا مذبوحين احياء اموات. لكن الامه العربيه الباقين انتم، ولو هم اللي قتلونا هو حكام العرب، من الله لا يوفقهم، الله لا يرحمهم، اللهم ارنا فيهم يوم وثمود ويوم اسود كيوم فرعون والنمرود. احنا ما لنا غير الدعاء الى الله، ولو احنا هم الشعب اكثر وبعد يجرم ناس بناس، هذا السني وهذا الشيعي وهذا الفردي هذا العربي، هذا اللي وصلتنا لهذا الحد. لان الله سبحانه وتعالى لو كان فينا خير لا انقذنا. لكن لا احنا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا حبيبي احنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل البلاء الا كثرة الذنوب، ولم يرفع الا بالتوبه النصوحه، بلا توبه. نعم. ظهر الفساد، الله قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بما عملوا لعلهم يرجعون، ولا نبغي نرجع. نعم. شكرا لك ابو مصطفى. وانت قلت جمله كلش حلوه، وهي اساس ما صار بالعراق، انه الشعب او عفوا اللي موجودين اني سني واني شيعي واني كردي واني عربي، وهاي هي اللي دخلوا لنا اياها على مبدا الديمقراطيه الامريكيه المعلبه على ظهر الدبابه الامريكيه اللي جت لاحتلال العراق بال2003 الطائفيه تحت مبدا فرق تسد. مصطفى من مصر حياك الله. انقطع الاتصال يا مصطفى. ابو سامي من الموصل حياك الله. ابو سامي انقطع الاتصال يا ابو سامي. انا اعتذر من السادة المشاهدين، واعتذر همينا من المتصلين. يعني عندنا اتصالات تقريبا 5-6 انقطع الاتصال وياها بسبب رداءة الاتصالات بالعراق، وتعرفون مشكلة الاتصالات بالعراق، وهاي القضية بها فساد من كان حيدر العبادي وزير اتصالات، وحسبوها
من ذاك الوقت لهالوقت هذا شقد بها فساد وشقد بها ملايين ومليارات من الدولارات مباقت، ولليوم الشعب العراقي لا لاقي شبكه مال وادم ولا لاقي انترنت مال وادم، وتصير تظاهرات يقطعون على الانترنت اصلا. اما بخصوص الواتساب عندي رسالة تقول أتمنى تقرأ رسالتي، نطالب بالعفو العام يا حكومة، والله ملينا وينك يا مصطفى الكاظمي ومحمد العلبوسي، انطوا عفو عام وفرحوا الأمهات والزوجات والأطفال. رسالة أخرى هاي آخر سنة للصوص في العراق بعد وصلت حدها، لقد جاء وقت الحصاد. رسالة أخرى السلام عليكم، اغتيال الدكتورة نور العزاوي أمام منزلها بإطلاق نار أردتها قتيلة على الفور، الشهيدة من مدينة باقوبة مركز محافظة ديالى الشرق العراق، اللهم ارحمها بواسع رحمتك واسكنها فسيح جناتك، اللهم آمين. رسالة أخرى السلام عليكم، أما كان خير لهؤلاء الشباب لو كانوا يخرجون من أجل بناء العراق الجديد وإحداث التغيير الجذري والشامل، أجل الطريق إلى المنطقة الخضراء مغارة علي بابا وتحريرها من الطبقة الفاسدة هو طريق التغيير الجذري الحقيقي. رسالة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التكرار ينفع الجميع، قال أحمد مطر وكاتب بادي بالقصيدة ورسالة طويلة ما أقدر أقرأها. رسالة أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لقناة الرافدين الفضائية، إخواننا السنة دفعوا ثمن حب العراق ولا زالوا يدفعون الثمن، لا تحزنوا إن الله معكم وأنتم على حق، أخوكم مقداد من البصرة. أخي العزيز مقداد، ليس السنة فقط من يحبون العراق بل شعب العراق بجميع طوائفه من شماله إلى جنوبه، العراقي الوطني الغيور هو اللي يحب بلده، فما تلقي بس المحافظات الغربية هي اللي دفعت الثمن، محافظات الجنوب همين دفعت الثمن، بس محافظات الغربية دفعوا الثمن بدبابات وراجمات وتهديم وانفجارات واعتقالات وإخفاء قسري وقتل على الهوية. أما محافظات الجنوب همين دفعت الثمن بعدم وجود خدمات، عدم وجود زراعة، رواتب، منظومة صحية معتبرة، وظائف، الفساد اللي موجود بكافة مؤسسات الدولة، فنكتشف أنه إحنا كنا دفعنا الثمن من شمال العراق إلى جنوبه هو دافع الثمن، لكن كل منطقة دافعتها بطريقة معينة. فأتمنى أنه ما نفكر بعد إخواننا سنة وإخواننا شيعة وإخواننا الأكراد، لا، العراقيين، لأن كنا عراقيين ونشيل جواز واحد وعلمنا واحد. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة للجميع. أستاذ أفل عذرا على طول الرسالة، العراق ابتلي بجار السوء إيران الشر، أمريكا تآمرت على العراق وأدخل العراق في حرب مع إيران 8 سنوات مع جار السوء إيران، ووقف العراق الوقفة المشرفة للعرب بيوم النصر العظيم، وأمريكا استخدمت كل صفحات التآمر على العراق بالقاصي والداني حتى دخلت بالمواجهة مع تحالفها الغربي واحتلت العراق وقدمته لإيران على طبق من ذهب، وفرضت على إيران صفحات تدمير العراق بكل وسائل، وتم تحقيق أهداف الاحتلال على يد إيران وعملائها في الخضراء، وعلى العراق وشعب اليوم أن ينهض كما نهض الأجداد من قبل وحرر العراق بالكامل بكل الوسائل. والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي، نشكر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بفتح ملف المغيبين، والله الأمهات وآبائهم وأطفالهم، والله من سمع الكاظمي فتح الملف المغيبين والله الكل يبكون، أطفالهم جالسين أمام التلفاز، نريد معرفة مصير أبنائنا إن شاء الله، الفرج قريب. أخي العزيز شكرا والكل شكرا، لكن أريد الفعل ما أريد القول. أكو مثل عندنا يقول لك بين هذني 4 أصابع بين السمع والشوف، فهو حكي وكان مراسل صحفي من طلع وحكي، بس يريد يسوي ما يريد يحكي. السلام عليكم، نناشد قناتكم قناة الرافدين بتوصيل أصواتنا إلى كل من يستطيع التدخل لإنقاذ أبنائنا السجناء، لأن وباء كورونا انتشر داخل السجون وما نعرف أي أخبار عنهم، والله كاتلهم الجوع والعطش والجرب، إضافة إلى كثرة التعذيب اللي يواجهونه يوميا، وحتى المحكوم يعذبونه والبريء يعذبونه، والله أبرياء أن تزعت منهم اعترافات بالإجبار والتعذيب ويبصموهم على أوراق ما حد يعرف شو مكتوب بها إلا الله، والقاضي يمشي على إفادة التحقيق اللي انتزعت منهم تحت التعذيب بالإجبار، مطلبنا لا للموت الجماعي في السجون الظالمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نطالب بالعفو العام، لماذا الكاظمي لم يستمع إلى هاي الشريحة من المجتمع؟ هل أصواتهم ضعيفة أم مكبرات الأصوات عاطلة؟
والله تعبنا كافر نريد ولدنا يا مصطفى الكاظمي وشكرا أم نبأ من بغداد. السلام عليكم، أنا زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير المصصة 4 سنوات ونروح نسأل عليهم يقولون ماكو. زوجي مريض وأولادي بعدهم صغار مواليد 99 و 2001 والله ما عدنا غيرهم بس هم والله نطالب مصطفى الكاظمي بالعفو العام. هو يقول أنا ويا الشعب وينه نريد ولدنا منه والله تعبنا صار 4 سنين. السلام عليكم، والله الدعاء والاستغفار وقراءة سورة يوسف لتفريج كربة المعتقلين أفضل حل. آخر رسالة راح أقرأها، السلام عليكم، أرجو الرد، عندي استفسار حول المغيبين. أنا شفت بفيديو اللي نشرته أبويا اللي انخطف قبل سنتين، أريد نعرف هذا السجن وين ومتى تم التصوير هذا الفيديو. رجاء ردوا علينا، هذا الفيديو نشرته ببرنامج منبر الرافدين يوم الخميس الماضي، حاولت اتصل عليكم ما قدرت أحصلكم، ساعدونا. بابا رجال كبير بالعمر تم خطفه من قبل الميليشيات الحشد، احنا من الأنبار شنو نسوي حتى نحصلكم ونحكي وياكم؟ تقدرون تتصلون بنا بأي وقت. إضافة إلى ذلك تقدرون تأخذون صورة الفيديو وتدزوها على صوتك ورقم تليفون يطلع بالشريط الأزرق جوا الشاشة هذا اللي تشوفوه نافذة أنت ترى، وإن شاء الله نجاوبكم بأقرب وقت. بس يعني مو نريد نخليكم بحالة يأس، أغلب الصور اللي موجودة عندنا هي من الأرشيف، إيش وقت تصورت ما أتوقع رح نقدر نجاوبكم بالوقت بالضبط، لكن إن شاء الله نقدر نجيبكم على استفساركم. وهذه الصور أغلبها تجينا من مراسلين أو تجينا من ناس مثلكم يصورون ويدزولنا على نافذة أنت ترى، فدزولنا وإن شاء الله نجاوبكم. هذا اللي حكيناه بداية الحلقة. تقول أنا أبويا صار له سنتين ما نعرف عنه كل شيء وشفناه في فيديو وريد نعرف مصيره وين. هذا اللي دا يصير بالعراق، ويطلع لنا أنطونيو غوتيريش بلا زحمة سوولنا تحقيق شفاف. حلقة صوتكم انتهت مشاهدينا الكرام، نتمنى أن تكون قد نالت أعجابكم. نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.